اول حاجه بدور على السبجكت. السبجكت يعني الفاعل، سبجكت والاختصار بتاعها اس، ده الفاعل. الفعل عندي بيبقى يا اما ناون ضمير، ناون سوري اسم، يا اما بروناون يعني ضمير، يا اما ناون اسم. يعني مثلا عندي مثلا مروه، ده ناون ده اسم خلاص كده. ممكن يبقى بروناون اللي هو ضمير، ضمير اللي هو اي هي شي ات وهكذا. يبقى الفعل ممكن يبقى عندي حاجتين، يا اما اسم الحاجه يا اما الضمير اللي يحل محلها. يعني مثلا ممكن اقول ذا كات او ممكن اقول ات، الضمير اللي يحل محلها. يبقى الفاعل عندي اول حاجه في الجمله بدور عليها السبجكت اللي هو الايه، الفاعل، ده رقم 1 في الجمله. ده أول حاجة في الجملة الخبرية، الجملة العادية أول حاجة أدور عليها مين؟ الفاعل. أدور على ضمير، ما لقيتش عندي ضمير أدور على الاسم الشخص اللي عمل أو اسم الحاجة أو اسم الشيء. خلاص كده؟ طب تاني حاجة بدور عليها بعد السبجكت إيه؟ الفيرب. بعد كده بيجي لي الفيرب اللي هو الإيه؟ الفعل، اختصاره في. يبقى تاني حاجة أدور عليها بعد السبجكت بدور على مين؟ على الفيرب اللي هو الفعل، اللي هو زي الفعل ايت ياكل، درينك يشرب، سليب ينام. وممكن يجي لي بقى بكذا شكل، او ممكن يجي لي الماضي بتاعه، يعني مثلا ايت ممكن تجي لي ايت اكل. خلاص كده ممكن يجي لي بلاي، هتبقى بلايد لو كان في الماضي بقى. المهم شكل الفعل اللي عندي. وناخد بالنا ان ممكن يجي لي الفعل فيرب تو بي، فيرب تو بي اللي هو ام او از او ار، دي برضو افعال. يعني لو ما عنديش فعل اساسي في الجمله ممكن اختار فيرب تو بي. يعني مثلا هي از ا تيتشر، فين الفيرب هنا؟ الفيرب هنا ايه؟ از. فيرب تو بي اللي هو از، ما عنديش هنا فعل اساسي، لا عندي فيرب ايه؟ فيرب تو بي، ده برضه فعل. يبقى انا بدات اهو بالسبجكت وبعدين الفيرب وبعدين الاوبجكت اللي هو المفعول. خلاص كده؟ يبقى ده تكوين الجمله عندي. اول حاجه ادور عليها في الجمله ايه؟ السبجكت اللي هو الفاعل. تاني حاجة أدور عليها اللي هي إيه؟ الفيرب. تالت حاجة بتختلف بقى، ممكن تبقى أوبجكت مفعول، ممكن تبقى أدجكتيف صفة، ممكن تبقى حرف جر بروبوزيشن، مثلا تو سكول، مثلا تو سكول يعني زي مثلا I go to school at half past، اللي بتوع ما تسألوا عليه half past seven. معنى الجملة إيه؟ أنا أذهب إلى المدرسة، حرف الجر هو سكول، آت الساعة، آت دي بيجي بقى بعدها الساعة، هاف باست 7 يعني 7. بصوا لو عايزين نقرا دي نقراها بالعكس، هاف باست 7 7، والباست دي معناها و، والهاف دي معناها نصف، يبقى 7 ونصف. دي اللي انتوا بتسألوني عليها اللي هي هاف باست، هاف باست يعني ونصف، وبيجي بعدها الرقم يعني 7 ونص، 5 ونص، 6 ونص وهكذا. يبقى ده الجمله عندي اهي، بدات بالسبجكت وبعدين الفيرب وجالي حرف جر وبعدين كلمه سكول وجالي حرف جر وبعدين الساعه وهكذا. اللي بعد الفعل ممكن يختلف، ممكن يجي حرف جر، ممكن كلمه، ممكن صفه، على حسب. الاساسي عندي الفاعل اهو، بعديه على طول مين؟ بعديه الايه؟ الفعل. يعني مثلا جمله زي عندي هنا مثلا، أكبر جملة، عايزين جملة كبيرة، رقم 3 أو رقم 8؟ 3 هي نفس، ماشي. عندي 7، ترتيب عندي 7، أول واحدة 7 وبعدين I at have half past، ال L سايد half past، وبعدين shower ولا إيه؟ اشاور. يلا بقى نرتب كده معانا، ها هبدا بايه مازن؟ اي اي، وبعدين بعد كده ادور على الفيرب. الفيرب هنا اللي هو ايه؟ هاف. خدوا بالنا انا عايزه اقول انا باخد دش ولا هاف اشاور؟ هاف اشاور، ها اي هاف ا شاور، ده اللي هو المفعول. هنا الجمله فاعل والفعل والمفعول. وبعدين عندي الساعه بقى، انا بقى ناقص لي ايه؟ انا خدت اي وخدت هاف وخدت اشاور، ناقص لي الجزء بتاع الساعة، الجزء بتاع الساعة ات، وتكملي بقى الساعة اللي عندك اللي هو ات، وبعدين لا هاف باست الأول، هاف باست 7،
سهلة؟ عرفنا تكوين الجملة؟ احنا بالاول بجيبها لكم جملة متلخبطة وترتبوها، بعد كده انتوا هتكونوا الجمل بنفسكم، احنا بناخدها وماشيينها واحدة.